صاحب الفضيلة يقول: يعلم فضيلتكم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب مشاكل كثيرة لهذا الشخص، فهل إذا اكتفى بأمر أهل بيته بالمعروف ونهيهم عن المنكر يكفي ذلك؟ أنت عرفت، سمعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فيعمل ما يستطيع من هذه المراتب ما يستطيع منها، ولا يقتصر على أهل بيته. أهل بيته لا شك أنهم أولى، وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هم أولى ما في شك، ولكن لا يقتصر عليهم، ينفع إخوانه المسلمين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته ومقدرته. نعم.